عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا رجب يا ابن عمي، أهلا وسهلا. أهلا بيكي يا بنت عمي. مالك مبسوط أوي كده ليه؟ أبدا، جلابية جديدة وقلت أوريها لك وأفرجك على الشياكة. وإيه البافيتا الحلوة دي؟ بافيتا؟ ده أنت رايق روقان يا خرابي. الله، يعني رؤى ما يعجبش، أسكت أشجب أسكت، ما يعني أعمل إيه عشان أعجبك يعني؟ سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. وبعد ما تردي عليا اسأليني يا إليسا عملتي لي إيه في الموضوع اللي أنا عملته. لا موضوع إيه؟ ماما 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 خدي نفسك حبيبتي، مش ممكن، مش حلو للصحة. جيتي من برا خدي نفسك، سلمي. رجب ابن عمي. أهلا وسهلا بحضرتك، إزاي عايش الأسامي؟ أهلا بيك. أهلا بيكي. إيه؟ بس أنا قلت سلام عليكم عادي، في حاجة معينة يعني؟ قلتي سلام عليكم وإحنا ما قلناش عليكم السلام. إيه داخلة قطر على طول؟ وبعدين ما عمالة تغمزك وتقول لك سر، هتقولي سر ورجب متنيل قاعد. افهمي الفلفل المنديل. بس أنا ما اتكلمتش أصلا يا أستاذ رجب، يعني عارف حضرتك لو كنت فتحت بقي ولا قلت لها يا نونا أنت يا عبيطة. طب استاذن انا. مع الف سلامه يا رجب، نورتنا يا بابا. ايه نورتنا؟ لسه كملتي؟ لا لا نورتنا يا حبيبي، بتعالى. طب ما تطردونيش، انا همشي لوحدي كرامتي. نورنا. مع الف سلامه. سلام. الف سلامه يا رجب. سلام عليك. الف سلامه. مع الف سلامه. اعمل فيكي. اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي قاعد وعمال اعمل لك كده واعمل لك كده واقول لك كده، مش ممكن، مش ممكن. اسرار شغلي تتكلمي فيها كده مع اي حد؟ يا نونا ايه انت بتعملي معايا كده ليه؟ وبعدين متضايقه مني؟ جوزيني واخلصي. يعني انا كنت عرفت وما عملتش؟ ماشي ماشي. المهم دلوقتي عملتي ايه في موضوع المحلل؟ مخلل ايه اللي انت داخله لي بيه دلوقتي؟ مخلل انت جعانه يا نونا ولا ايه؟ الموضوع المحلل. هتقولي محلل تاني؟ هو رجب مرتبط؟